لو الحكايه فيها ان في زياده حد التوافق بين الارتس والاب اكيد ساعه ما حصلت طلعوا دولت فوق قوي وشويه نزلوا دولت تحت وشويه طلعوا دولت فوق قوي ونزلوا دولت تحت. فالجدال بقى على الالتراس كتير جدا. وبعدين الشباب صغيره لما الناس مثلا ايه يعني انا واحد صغير انا الناس كلها بتتكلم عليا لا ما انا هتمادى في ان انا فيه عشان الناس تتكلم عليا اكتر. فاهم ازاي؟ هي دي المشكله بصراحه. يعني الحمد لله انا مش ما بخافش من حد. انا بقول اللي جوايا هي مشكله الالتراس هي عايزين بس حد يقعد معاهم ويفهمهم. انت ده صح وده غلط. انت كنت موجود في ماتش مصر اللي حصل في العزارة والزهر عليك اللي كنت واقف جنبك في العزا والزهر عليك ترقص جامد من العزا واللعيبه كلها يعني اللي اتحورت الموقف ده. مش ممكن الموضوع يكون ليه بعد نفسي يعني اللي شافوه او موت صحابه قدام عينيهم والكلام ده مش اكيد ما حصلش اي حاجه في الارض. انا هكلمك بصراحه ما جابوش حق اصحابهم. هقول لك على حاجه ما جابوش حق. لا اصلا هجيب حق هتروح تموته؟ لا هو كلام انت واخد بالك اللي بيتقضى مثلا يبقى في حكم وسريع. انت قلت الموضوع مد 3 سنين ولا سنتين بس مفيش حاجه اسمها كون فيكون. يعني ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. انت عايز دلوقتي هتعمل اللي انت عايزه؟ ما ينفعش. انت لو الموضوع ده زي ما انت بتقول مع القضاء خلاص خليه مع القضاء لغايه ان شاء الله يقعد 100 سنه. لكن انا هكلمك بصراحه اللي مشترك في قتل الناس دي وانا كنت بتكلم معاك اللي مشترك في قتل الناس دي كلها الالتراس بتاع مصر كلها بسبب حاله العداء والمشاكل مشاكل هنا ومشاكل هنا. مش ده يتكلم على ده وده مش عارف يروح يعمل على الفيسبوك الشتيمه على ده. فكل دولت كل دولت هيحاسبوا عليه. جميع الالتراس كله هيتحاسب على الناس اللي ماتت دي كلها. انا قلت لك انا ما بخافش من حد. انا بقول الصراحه كل دولت هيتحاسبوا عند ربنا. موقف شاف السبع شهور بنفسه في ماتش بورسعيد ومش قادر ينساها دلوقتي ومحدش يتكلم عليها. ما في اكتر من الناس اللي ماتت. ما هي الناس اللي ماتت يعني انت تخيل انت بتطلع تجيب الناس من بره وتدخلها جوه للدكتور. ده ايه كوره دي كوره؟ تعمل تشيل ناس من بره وتدخلها على جوه ناس ميته وفي ماتش كوره. حاجه صعبه جدا طبعا. يا رب يا رب ما يعودها بس ان شاء الله باذن الله. تقدر ترجع تلعب بورسعيد؟ انا خدت عهد على نفسي انا عمري ما اروح بورسعيد. مش هروح بورسعيد مش هروح العب في بورسعيد. انا يعني ما هو انا هناك وانا هناك قلت صريح انا شويه. لا انت يعني في دوري مثلا تبع هو عشان كده مش عارفين يحلوها عشان كده الدوري الموضوع فيه مشكله. بس خلاص المصري ما بيلعبش في بورسعيد. هي اكيد السنين هتجيبوا ايه في بورسعيد ان شاء الله انت موجود فيهم. يحيينا بقى. بس ما بقاش اصابه استراتيجيه بس عايز. لا يا عم لا يا ده لعيبه كتير كده انا كلمت كذا. هو الفرق كلها ده بس استراتيجيه. اصل مش صعب مش سهل ان انت تروح تلعب هناك تاني. صعب جدا. انت لو هناك وواقف كده الواحد واقف كده ايه اللي بيحصل؟ ما هو كان الواحد في حلم. الناس عماله تموت. الناس عم تخيل انت ناس عماله تيجي من بره ميته وانت معاهم في نفس الاوضه. في حد عندنا هنا في بيته صغير شبيه بقى بيتكلم على موضوع بورسعيد ده شايل عادي يعني عليا قال ان كان من ضمن المخطط اللي موجود ان التعامل ده يتعامل مع بعض اللعيبه من الاهلي يعني نقول من الاهلي كان ممكن يتعامل مع كان من ضمنهم انت. انا؟ في ايه بقى؟ افتكرت مين ولا؟ لا مش فاكر. ايه رايك في الكلام ده؟ كنت واحد من ده يعني المفروض ابقى ضحيه؟ بص العمر بتاعت ربنا كلنا هنموت بس في فرق بقى مثلا انت هتموت على حق ولا هتموت على باطل. انت واحد ما بتعملش حاجه في وحشه في حد والحمد لله ماشي في حالك. الناس تيجي تموتك ليه؟ عشان كوره زي ما قلت لك مش تولع الكوره عشان واحد يموت مثلا عشان بشكل. كان ممكن يحصل في لعيبه كده على فكره. يعني الناس شافت لما الناس كلها نزلت وفي لعيبه اتضربت في كرامه واحمد فتحي احنا اللي كرمنا وادي له حقه برضه كابتن حسام وكابتن ابراهيم. احنا لما دخلنا جرينا انا بركات قال لي كلمه قال لي بعد الماتش لما شاف الدنيا وشاف الحاله دي كلها قال لي جه جنبي كده وقال لي اول ما الماتش يخلص اجري. قلت له اجري ليه يا عم؟ قال لي اسمع مين نجري؟
اول ما خلص الماتش طلع بركات وشهاب اول مش عارف تقريبا ومين تاني اول ناس في الاوضه. لما دخلنا عرفنا اللي فيه لعبه تانيه برضه مش لسه بقى عرفنا اي حد ولا حد مات ولا تاني. لسه هنخرج تاني كابتن حسام بقى كابتن ابراهيم ابراهيم حسن واقف كده على الباب ما حدش هيطلع بصراحه بقى اللي يضرب فيه ناس تضرب فيه يا عم عايزين نجيب كابتن كابتن يوسف وجميع ولعيبه كتيره قال لك والله العظيم لو هتموتني وهتطلع فعلا لو كنا طلعنا بره كان ممكن ناس كتير قوي كان في بقى الخواجه كان لسه بره كان في لعيبه لسه بره بس الحمد لله اللي ما عرفش الخواجه دول كانوا عربيه كاميرا ابو علي اللي خده مش عارف خده وجابه مع كده على الطيار الموضوع صعب جدا مش هتتنسي لا لا مش عمرها ما هتتنسي ماشي يا جدع الحته بتاعته لا ماشي الزمالك بقى شايف ازاي السنه دي الزمالك شايف السنه دي ماشي كويس عندهم مدرب كان في ميدو طبعا كلنا عارفينه انا واحد بتمنى له التوفيق طبعا ان شاء الله ربنا يوفقه الفترة اللي جاية ان شاء الله وانا حاسس ان هو الفترة الجاية هيبقوا احسن يعني ماشيين كويس في الدوري ماشيين كويس في مع مدرب جديد زي في ميدو يعني ان شاء الله احاول الفترة الجاية ان شاء الله يبقوا كويسين ويصعدوا ان شاء الله افريقيا باذن الله تارجت يعني بطولة افريقيا السنة دي مختلفة عن البطولتين اللي فاتوا بداية صعبة انتوا يعني انتوا كلاعيبة بينكم بعض عندكم الحافز برضه تفوزوا البطولة بدون الظروف اللي انتوا بتعمليها ما في حاجة اتغيرت انا زي ما قلت لك يعني هو النادي الاهلي بيلعب على المكسب في كل حاجة انت ما بتلعبش على تعادل بالذات انت خسران هناك فلازم تيجي هنا تكسب فانت اكيد مطالب ان انت تكسب على طول مطالب ان انت في اي بطولة او اي ماتش بتلعب فيه مطالب ان انت تكسب ان شاء الله ده اللي احنا هنعمله الفتره دي ان شاء الله نحاول ان احنا نصعد ان شاء الله للدور الثاني باذن الله. طيب الانجاز بقى اللي انت حققته عن الفوز ببطوله السوبر ان هو الاهلي اتربع على عرش اكثر الانديه تحقيقا للبطولات القاريه 19 بطوله تخطيطه الميلان بوكا جونيور انتوا كان عندكم خلفيه الاول عن الموضوع ده قبل الماتش ولا لا بصراحه ما كنتش عارف واحد من الناس ما كنتش عارف بصراحه بس لما عرفت يعني طبعا شرف لينا وشرف للنادي الاهلي اللي هو يبقى مسمع في العالم كله بيتكلم ومش عارف بيسكن يطلع بيتكلم اكيد يعني واحنا مش عارف احنا لا خدنا بطوله مش عارف ليه دي سبورت كان قاعد يدفع لنا الاهلي تخطى الميلان وثلاثة هم الميلان ترى قال احنا خدنا مش عارف شعار وبتاع خدنا مش عارف بطوله وما اتكتبتش حاجه زي كده بس لا الانتركونتيننتال فهم الانتركونتيننتال دي بطوله اللي هي بين بطل اوروبا وبطل امريكا حاجه زي بتاعه الافريقيا الساوي بتاعه الاهلي لما خدها برده غلب الفريق اللي هو اللي شارع كان في السي بتاعه فاتحسبت للاهلي واتحسبت لهم بس برضه فضل الاهلي 19 وهم 18 الحمد لله بقول لك شرف حتى لو في حاجه زياده هيبقى نفس الفريقين يبقى الاهلي برضه يتربع على 10 طلع الموضوع كده انا بقول لك حاجه تشرف النادي وحاجه تشرفنا كلاعيبه اللي احنا في الفتره دي اللي احنا عملنا الانجاز ده وخلينا النادي الاهلي السمعه بتاعته وصلت لبعيد قوي فحاجه تشرفنا ان شاء الله وان شاء الله مزيد من البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله لمسته ده في تنزانيا كابتن جابوري الاهتمام كان زياده قوي اكيد يعني فرقه اي فرقه بتروح تلعبها بتبقى عايزه هو البطل كده على طول كابتن حسن وكابتن محمود الخطيب يقول لك هو البطل الناس كلها بتبقى عايزه ايه؟ تكسب تنهشوا تخربشوا مثلا فاكيد فرقه زي يانج افريكانز دي عايز تكسب النادي الاهلي تقول لك انا كسبت النادي الاهلي وانا اللي صعدت على وانا اللي صعدت على حسابه بس ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نكسب زي ما قلت لك ونرجع مره ثانيه نحاول ان احنا نكسب ان شاء الله الفتره الجايه ونصعد الدور الثاني لكن الانجاز ده انتوا كلاعيبه شفتوه ازاي؟ يعني اللعيبه رينوا مع بعضها ومخلوا مع بعض في الفروض اللي لسه بعد ما الكلام كتير واللي زي ما الواحد صحيفه بحجم يعني من اكبر الصحف الايطاليه في اكبر الصحف انا قلت لك في اوروبا اللي نزلت ده الريبورت ما انا قلت لك حاجه تشرفنا وحاجه يعني احنا مثلا نازل مثلا ملعب انت فخور بنفسك انت يعتبر الناس كلها بتتكلم على النادي الاهلي فا اكيد حاجه تشرفنا وحاجه تدينا دفع للي بعد كده عشان انت مش تقف عند الحاجه دي انت خلاص انت حققت اللي انت عايزه لا سقف البطولات ما بيوقفش ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه نبقى ناخد بطولات اكتر واكتر.